أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. بسم الله الرحمن الرحيم. في إيه؟ وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. مشتاق، في إيه؟ بتعمل إيه؟ اسكتي. بتمرن على حلف اليمين، بعد كده أتقدم خطوتين وبعدين أنحني. طب مش يا حبيبي، أنا عايزك تطلع دلوقتي تنام وتستريح. مش يا حبيبي، أنا أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأرعاها رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. مشتاق يا حبيبي، أنا خايفة على صحتك، اطلع نام لك ساعة ولا اتنين، مش معقول طبعا حد هيطلبك في ساعة فجرية زي دي. نعم أنا مشتاق وعندي أنا وعايز 10 يفط في ميدان التحرير بالبنط العريض. عبده مشتاق يؤيد ويبايع. هقولك بعدين هأيد وبايع مين. ما عليك توفر فلوس اليفط، لان انا سمعت ان الحكومة ناوية تنزل كارتيلا في السوق والنمرة بخمسة جنيه، واللي يعطل على صوت الموتوسيكل يتعين وزير. ايه وزير؟ طيب سيبني دلوقتي مع أم مهنوش. حاضر. هاتي كل اللي عندك يا مامة مهنوش، وما تخبيش علي حاجة وحياة باباكي. عندي السعادة والهنا يا بيه، فنجانك حلو ومنور، وليه الحلاوة بعد نقطتين اتنين هيقابلك راجل كبارة قوي. شوف اهو واقف في الفنجان اهو. وريني. ايوه اهو شفته. يا سلام من بق الكباب السماء يا مامة مهنوش. بس بقول لك ايه، انت تجيب لي حاجه من قطره او اي حاجه فيها عرق، وانا اعمل لك له عمل يخليه يوم تشكيل الوزارة الجديد يدور عليك بمنكاش. روحي ربنا يسعدك ويخلي لك ابنك منكاش، قصدي مهنوش يا مامة مهنوش. يا أستاذ حريقة، الأستاذ عبده مشتاق مش فاضي دلوقتي، عنده اجتماع مهم. أنا هضمن البيت اجتماع بقى، والعلم اللي هيخليه يبقى وزير ويتلمع ويخش الوزارة أنا. كم حته وطنيه على كم حته عاطفيه على كم حته هابطه هيبقى زي الفل. وبعدين انا مش هختلف معاه في السعر، يظرفني يعرفني، مش عايز يعرفني برضك يظرفني، وانا خدت مداس. اخواني، انا ان شاء الله باذن الله اوعدكم وعد صرف فعلا، وانا عارف نفسي كويس وواثق من كل حركاتي. هرش نفسي، ما بقولش حاجة في الهواء. إن شاء الله هصرف لكم لكل واحد فيكم غيار من قطعتين قبل الانتخابات. هتاخدوا الفنلات بعد ما انجح. وادخل ادخلوا، هتاخدوا الباقي وعليه بوسة. أنا مش عايز بوسة ولا عاوز غيار، أنا عايز 8 كيلو جبنة رومي. ما تبقاش طماع،
إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. خلي نادي العراة دول اللي يسخنوا شوية معانا. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. هم وطيوا ليه؟ خليهم يسخنوا أكتر. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. هي جنازة من عمر مكرم، هم ماتوا ليه؟ خليهم يسخنوا أكتر. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يعيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يا زيزو دول وقعوا مننا، بقول لك انا عاوز الشوارع كلها تسخن معانا. مفيش كمبورة بيه رجل البر والتقوى. يا ساتر، اصرف لكل واحد فيهم مقبرة. ماما مضطرة اقفل التليفون دلوقتي، مش عاوز كل الخطوط تبقى فاضية، مستني مكالمة مهمة. بتوع مصلحة التليفونات يا فندم. خليهم يتفضلوا بسرعة. حاضر. أهلا بالأبطال. شوف يا رجالة، انتوا هتقعدوا في الفيلا من دلوقتي لغاية الصبح عشان لو حصل عطل لا قدر الله كل اللي انتوا عاوزينه هتاخدوه، فاهمين؟ انتشروا. سوسو النهاردة المعمعة، ادعيلي. اطمن، انا من الصبح عيني الشمال بترث يا حبة عيني، ان شاء الله هتنولها. ما هو لو نولتها يبقى خير وبركة، لو ما حصلش يا سوسو وصيتك الاولاد وتبقي تدي محروس الخطاط 120 جنيه حساب اليوفط وتدفنيني جنب ابوي. خضتيني، انا كنت هعطس. مبسوطه قلبت بجد. معلش يا حبيبي، ازمه وعدت، خيرها في غيرها. مش سامع. شيل دي وكلمني. ما تنسيش تقعدي حد جنب التليفونات في الفيلا من باب لحتيرة. طب ما تروح انت الفيلا تقعد هناك جنب التليفون وانا استناك هنا. بابا بتقول ايه؟ الزيارة انتهت. حاجة تضايق. ايه؟ اللي ما في دولة في العالم بتتكلم عن الارهاب في الافراح. الحمد لله يا اخويا، ما فيش افراح في رمضان والزرقان اللي في وشك راح. تصدقي انا اول مره اعرف ان لون بشرتي قمح. قمحك؟ امال قمحك انت ايه؟ القمح الليله الليله ليله عيده يا ربنا. الو، ايوه موجود. ربنا يبارك. ايه هو يا اخويا ما بيشتغلش اليومين دول عشان في حمله ضد الدوداء. امال انت عاوزه ليه؟ ايه انت بتقول ايه؟ دي جبونيه. ايه دي القمح الليله اللي تعيدوا نسرقه. ايه حصل؟ ايه في حفله عيد ميلاد؟ ابدا، ده واحد كان عاوز يتقول معاك على علقه وبيقول لك تاخد كام ويعمل لك عاهه مستديمه. الله، وقفلت السكه في وشه ليه بس؟ كانت شغلانه حلوه وطارت. طارت يا نينا عندي صاحبها. طارت يا نينا نينا عندي صاحبها، شعرها يهاف هاف